نبدأ بمنافسات الكان بالكوت ديفوار، حيث سحق المنتخب المغربي نظيره تنزاني بثلاثة أهداف نظيفة في أول لقاء جمعهما هذا المساء في البطولة الإفريقية بمدينة سان بيدرو. وسجل أهداف المنتخب كل من رومان سايس في الدقيقة 30، ثم ناحية في الدقيقة 77، وانصري في الدقيقة 80. من الدار البيضاء تنضم إلينا زميلة مها جمال. مساء الخير مها. مساء الخير عبد الله، مساء الخير مشاهدينا. الاحتفال هنا كبير بمركب الأمل بمدينة الدار البيضاء كما سان بيدرو وكما باقي مدن المملكة بهذه الثلاثية النظيفة، هذا الانتصار الذي ينضاف إلى قائمة الانتصارات على منتخب ملوك التوائف. يحضر معي واحد من المشجعين، سيدي كيفاش الماتش؟ أول حاجة الحمد لله على ثلاثة نقاط اللي حرصنا عليها اليوم. كنتمناو هذا الأداء هذا نشوفوه في الماتشات اللي جايين إن شاء الله، وإن شاء الله هذا العام راكوب ديالنا كأس إفريقيا ما تنازلوش عليه إن شاء الله. كيفاش الماتش؟ الحمد لله ماتش مزيان كما قال الصديق ديالي، لو بلوز امبورتون سي لي 3 بوان. لعبوا ماتش باغ ماتش، يعني ما نفرحوا ما والو، حنا دابا فرحانين سخت، مي ماتش باغ ماتش، مازالنا الكونغو، مازال الماتشات صعاب، وان شاء الله الا بقينا غاديين بهذا لو ريتم كما لعبنا اليوم نقدروا نديروا شي حاجه، مي غيان اي سور، ماتش باغ ماتش ان شاء الله. الجمهور متحمس لانتصارات اخرى ومتعطش لاستقدام كاس افريقيا هنا الى المغرب. عوده اليك عبد الله الى بلاتو الاخبار. شكرا لك زميلة مها جمال، وكانت معنا مباشرة من الدار البيضاء لترصد لنا الأجواء بعد هذا الفوز المستحق للمنتخب المغربي.